بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني أخواتي متابعي قناة منصة البرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي، دائما مع المكونات المهمة في الدلفي. اليوم سنرى مكون بيج كنترول. مكون بيج كنترول هو من اسمه يظهر أنه يعطينا عدة صفحات يمكننا أن نعمل عليها خلال فورم واحد فقط. إذا نذهب إلى الدلفي، مشروع جديد. أفتح الانسبكتور دوت جي. إذا أين يوجد مكون البيج كنترول؟ هو ضمن حزمة الوين 32، و هذا هو البيج كنترول. إذا نضعه هنا. لاحظوا كيف يظهر البيج كنترول للوهلة الأولى، يعني يظهر بدون صفحة. إذا ولديه مجموعة من الخصائص التي سنراها. إذا أولا نقوم بوضع هنا بانل، هذا البانل نقوم برفعه إلى أعلى عن طريق الخاصية اللاين. إذن ونريد بهذا الباج كنترول أن نعمل عدة صفحات. إذن كل صفحة، لاحظوا، يمكننا أن نقوم بإضافة الصفحات عن طريق الضغط بالزر الأيمن للفأرة وعمل نيو بيج. إذن لاحظوا سيضع لنا تاب شيت، تاب شيت. إذن كل ما أردنا إضافة صفحة نضيفها بهذه الطريقة. إذا أولا نقوم بسلكت لهذا المكون ونضعه في الطب هكذا، ونضعه بهذا الشكل. إذا لاحظوا كل صفحة يمكننا إضافة بعض المكونات فيها. مثلا نضيف هنا هذا المكون، ثم مكون إيديت، ومكون مثلا راديو باتن، مكون تشيك بوكس مثلا. في الصفحة الثانية تظهر فارغة، نضع مثلا بانل، نضع أي مكون شئنا مثلا، ثم لابل. الشيت الثالثة كذلك نضع مجموعة من الأزرار، وتابشيت الرابعة نتركها فارغة. إذا ونقوم بتنفيذ التطبيق. إذا لاحظوا كيف تظهر هذه التاب شيت. أولا الصفحة الأولى، الثانية، ثم الثالثة، والصفحة الرابعة. إذا نقوم بسيلكت لهذا المكون بيج كنترول ونبدأ في رؤية الخصائص. إذا لاحظوا لدينا الخاصية ويدت، لدينا الخاصية توب، لدينا الخاصية تاب ويدت يعني عرض هذه التاب، لدينا تاب بوزيشن يعني أين يوجد هذا ال أو أنت أين توجد هذه الباج كنترول أو هذا المكون باج كنترول. لدينا التاب هايت، لدينا التاب اندكس، هذا تاب شيت، هذا رقم الاندكس الخاص به هو صفر، هذا تاب اندكس واحد، هذا التاب اندكس اثنين، وهذا تاب اندكس ثلاثة. إذن تاب اندكس يعني تعطينا الاندكس الخاص بالصفحة. ثم لدينا ستايل الخاص بظهور هذه الصفحات هنا، يعني التابس هنا يمكن تظهر بوتن، فلات بوتن، وتابس كما هي الآن. ثم لدينا شو هينت، لدينا بوب اب منيو، لدينا البارنت، لدينا النيم الاسم الخاص بها، ولدينا الخاصية
image. أصير image يمكن لنا إضافة المكون image lists ووضع مثلا أيقونات 24 على 24 بيكسل، إضافة أيقونات هنا من سطح المكتب. هنا لدينا مثلا هذه الأيقونات، نضع هذه الأيقونات هنا open، ثم أضيف OK، ثم نربط هذا الباج كنترول بالخاصية image list. إذا لاحظوا كيف تظهر هذه الأيقونات هنا داخل هذه الطاوس. يمكننا كذلك تغيير الفونت الخاص بها إلى مثلا هذا الفونت مثلا 16. أوكي، إذا لاحظوا كل المكونات وما داخل التاب شيت تغيرت. يمكن أن نكتب باللغة العربية. هنا لدينا الاندكسز باج كنترول ولدينا التاب شيت، يعني المكون نفسه اسمه باج كنترول والصفحات اسمها تاب شيت، ومتميزة بالاندكس ولكن كذلك بالتسمية تاب شيت 1 2 3 إلى آخره من الصفحات. إذا نأتي إلى هذه أو نعمل سيلكت لهذه الصفحة، لاحظوا يأتي لنا بالصفحة تاب شيت 1، نضع هنا مثلا أي كتابة مثلا باللغة العربية أو باللغة اللاتينية. إذا لاحظوا هذه الرئيسية مثلا، ثم نأتي إلى الصفحة الثانية هنا ثم نضغط هنا، لاحظوا هنا يعمل سيلكت للمكون كله ولكن هنا يعمل سيلكت فقط للصفحة، لاحظوا للصفحة التي هي داخل التاب شيت 2. إذا هنا يمكننا كذلك الكتابة باللغة العربية. كذلك هنا نتركها هكذا. إذا وداخل هذا التاب شيت يمكننا توزيع هذه المكون. إذا يمكن إضافة هنا بعض المكونات كذلك، مثلا هذا المكون بطن يمكن أن نعمل له مثلا اللاين الخاص به على اليسار، ونستعمل تاب أو باش كنترول، نستعمل باش كنترول كمنيو هنا كقائمة رئيسية في البرنامج. إذا ويمكننا إضافة العديد من الأزرار هنا، لاحظوا الزر الثاني ثم الثالث. يمكننا كذلك عمل مكون سيباراتور هو مكون تي سبليتر، كذلك مكون تي سبليتر هنا وهنا للتفريق بين هذه، عفوا تسبليتر هنا للتفريق بين هذه المكونات. إذا ننفذ ولاحظوا كيف تظهر هذه المكونات داخل هذه الصفحة، مثلا عبارة عن buttons، هنا كذلك عبارة عن مكونات أخرى. هذا مثال فقط عن هذه الصفحات وهذا المكون. إذا نأتي الآن إلى الصفحات ونرى
الخصائص التي يمكننا التعديل عليه. إذا لاحظوا الخاصية كابشن في التاب شيت واحد مثلا لدينا اللاين ويد مارجن، لاحظوا التي رأيناها في المارجنز كيف للمكونات أن تأخذ محاذاة بالنسبة للهوامش الخاصة بالصفحة. لدينا الكيرسور، يمكننا تغيير الكيرسور إلى هاند بوينت حتى يتغير الكيرسور داخل هذه المكونات. انابلد كذلك الصفحة، انابلد إما تعمل أو لا تعمل، يعني نشطة أو غير نشطة هذه الصفحة. لدينا الفونت، نغير الفونت داخل الصفحة يعني تغيير الكتابة يعني نوع الخط وحجم الخط. ثم لدينا الإيماج إندكس، هنا لدينا الهينت أولا الملاحظة التي يمكننا إضافتها هنا، ثم الإيماج إندكس يمكننا اختيار أي صورة بالنسبة لهذا التاب مثلا، لاحظوا كيف تتغير. ثم لدينا المارجنز وهي 3، يمكننا تغيير القيم من 3 إلى 2 أو 1 أو إلى أكبر من ذلك. ثم البيج اندكس هي الآن 0، لاحظوا اسم الصفحة الأولى يعني الاندكس الخاص بالصفحة الأولى، ويحتمل أو هذه الصفحات تحتمل بوب أب منيو يمكننا العمل به. ثم لدينا تاب فيزيبل يعني ضوء إظهار أو عدم إظهار هذه الصفحة، لاحظوا هنا تختفي وهنا تظهر، ويمكننا إظهارها وإخفاؤها برمجيا. هذه خاصية تعمل مثل خاصية صلاحيات المستخدمين بالنسبة للبرنامج، يعني المستخدم له صلاحية إخفاء وإظهار هذه الصفحة. يمكننا هنا في البيج كنترول تغيير التاب هايت الذي رأيناه سابقا، مثلا نضعه إلى أوسع من هذا 35 مثلا، لاحظوا كيف يتسع، أو 40 لاحظوا كيف يتسع. يمكننا وضعه 0 بالحالة العادية، هذا خاص بالتاب هايت. التاب ويدت كذلك يمكننا وضعه مثلا أوسع من هذا، مثلا إذا وضعنا 10 لاحظوا كيف يصبح صور فقط، أو 15 صور فقط. أضعه مثلا 100، لاحظوا كيف تتسع 150، لاحظوا كيف تتسع التابس بالنسبة لعرض التاب وبالنسبة للهايت. في الحالة العادية نضع الصفر فيعود إلى الفاليو ديفولت فاليو، نغير مثلا الكيرسور على إلى سير هاند بوينت مثلا على فيب. لاحظوا كيف تتغير أو يتغير مؤشر الفأرة بالنسبة لهذا الباج كونترول. يمكننا استعماله كصفحات ويمكننا استعماله أيضا كقائمة رئيسية مثل ما نرى الآن. نضع بداخل هذه القائمة أزرار، وفي خصائص الأزرار كذلك نتحكم فيها، ويمكننا عمل أشياء جميلة بهذا المكون. كذلك هنا بالنسبة للبيج كنترول خاصية position هي في التوب، يمكننا وضعها في الرايت. إذا لاحظوا مثلا هنا نقوم بتكبير هذا الباش كنترول، إذا لاحظوا نجعله يأخذ ملء الشاشة بالخاصية، ها هي الخاصية
لاين جعله يأخذ ملء الشاشة هي all clients بالنسبة للباج كنترول. إذا لاحظوا it's. ثم لدينا نستطيع كذلك العمل عليها كاتجاه آخر هنا في اللفت مثلا، لاحظوا في الأسفل بوتوم وفي الأعلى top. بالنسبة للخاصية التي يمكن تمكننا من تحديد أي صفحة سننطلق منها، فلدينا الخاصية Active Page. Active Page. Active Page تمكننا من تحديد التاب شيت الذي نريد أن ننطلق منه البرنامج أو يظهر عليه هذا الباج كنترول عند بداية التشغيل. مثلا إذا قمنا باختيار التاب شيت واحد تظهر التاب شيت واحد عند التنفيذ، إذا أردنا الثانية كذلك أو الثالثة أو الرابعة أو أي بيج تكون لدينا داخل هذا الباج كنترول. تقريبا هذه هي كل الخصائص التي تميز هذا المكون. لديه كذلك ايفنت، وهذه الايفنت لدينا اون تشينج، لدينا اون اكزيت اون انتر، لدينا الايفنت الخاصة بالماوس اون انتر اون ليف. هناك العديد من الايفنت. اذا كان هذا درس حول مكون البيج كنترول في الدلفي. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.